ايه الفكره اللي جاي تقولها لنا النهارده؟ ابدا من جديد. اوعى تياس. لو فشلت 100 مره ابدا من جديد. لو وقعت 10 مرات ابدا من جديد. لو لم تنجح 20 مره ابدا من جديد. ذنوب ومعاصي، شركه ومش عارف انجحها، خطوبه، جواز، وزن وعايز اخسس نفسي، ايه ده؟ كل حاجه دي طريقه حياه يا جماعه. انا ادعي ان انا ربنا كرمني ان انا عايش بالفكره دي، ابدا من جديد. هو قوانين الكون كده، قوانين الكون ابدا من جديد، قوانين الرزق والنجاح ابدا من جديد. اصل انا وقعت كتير يا ابني، الرزق بيجي كده، ربنا كاتب معادله للرزق. خبط كتير وتغلط كتير وتفشل كتير. حتى كلمه الاحسان، هو الاحسان عباره عن ايه؟ محاولات فاشله في حاله تحسن تدريجي. الشباب العربي نفسه قصير، بيزهق بعد تالت محاولة فاشلة ما نفعتش، وهي محتاجة 10 محاولات. هو وقف بعد تلاتة، وفي حاجات محتاجة 20 محاولة، هو وقف بعد 5. مش قادر، أصل أنا ما نجحتش، أصل أنا فاشل، ابدأ من جديد. طب وأجيب القوة منين؟ التوكل. أنت مين وكيلك؟ أنا وكيلي ربنا. أنت ما عندكش مشكلة، أنت فين مشكلتك؟ أنت مش معاك ضمان 100%؟ مش واخد ضمان اسمه الوكيل ضمن لك النتائج 100%؟ أنت فين مشكلتك؟ إيه الطاقة النفسية الهائلة دي؟ الطاقة النفسية الهائلة إنك كل ما بتقع أنا متوكل على الله، يلا نبدأ تاني، يلا نبدأ تاني. لو شاب بيسمعني دلوقتي، لو بنت بتسمعني دلوقتي، وكل ما يقع ياخد الفكرة دي، بس ناقصها حتة، ابدأ من جديد وحسن حتة. إحسان. لأنك لو بتبدأ من جديد بنفس الخطوات هتحصل إيه؟ هتحصل على نفس النتائج. يعني لا يمكن أن تتوقع، أينشتاين بيقول لك لا يمكن أن تتوقع على أن تحصل على نتائج مختلفة إذا كنت تكرر نفس الأخطاء. طب ما إيه الجديد اللي أنت بتقوله؟ حسن حتة. إحسان. طيب أديسون نفسه طويل ووصل للألف 99 محاولة فاشلة عشان يخترع المصباح الكهربي. ولما قالوا له أنت عملت 99 محاولة فاشلة، قال لهم ليه ما تقولوش إن أنا عملت 99 محاولة ما حدش هيجربها بعد كده. أنا خلصت. ابدأ من جديد. طب سنة دي، طب أجيب القوة منين؟ التوكل. أجيب القوة منين؟ ربنا وكيلي. بس بشرط حسن حتى. طب اديني أمثلة. كل ما ادخل شراكة مع ناس تبوظ الشراكة، ابدأ من جديد بس حسن حتة. اختار كويس انت بتشارك فيه مين، وما بتبدأش كبير يا أخي، ابدأ صغير. تربية ولادي، مش عارفة ربي ولادي، فشلت، ابدأي من جديد بس حسني حتة. بدل ما انت بتتعاملي معاهم على طول بمبدأ العقوبات، تحولي إلى الأب الصديق والأم الصديقة. مش عارف أتعامل مع مراتي وفشلت كل المحاولات، ابدأ من جديد بس حسن حتة. شوفوا الفكرة الرهيبة اللي أنا هقولها لكم دي. إحنا 99% من تصرفاتنا في الحياة من العقل الباطن. العقل الباطن مخزن حاجات أوتوماتيك بتعملها. أنت بتغسل سنانك إزاي؟ متخزنة في العقل الباطن. أنت بتسوق العربية إزاي؟ رايح الشغل من غير ما تكون بتفكر أنت رايح فين؟ متخزنة في العقل الباطن. تخيلوا لو ما فيش حاجة متخزنة في العقل الباطن تبقى مصيبة، كل حاجة نبدأها من الأول خالص. لكن في 5% العقل الواعي بيتحكم فيها، هو لازم ياخد خطوة. العقل الباطن شغلته يحافظ على الطاقة بتاعتك، عشان كده بيخليك تعمل الروتين، لأن العقل محتاج الطاقة. الإنسان لو فقد الطاقة هيبقى تعبان جدا. حكاية إنك تبدأ من جديد دي عايزة طاقة كتيرة، مثابرة بالظبط. فالعقل الباطن 95% من حركتنا في الحياة ده علميا من العقل الباطن، و5% من العقل الواعي. فأنت في حتة لازم تبدأها من جديد عشان تنجح. يقوم العقل الباطن يقول له للعقل الواعي، لا أنا ما عنديش طاقة للكلام ده، خليني أشتغل على الروتين اللي أنا متعود عليه. يقوم العقل الواعي يقول له، لا ما أنا لو ما بدأتش من جديد وخدت خطوة مش هنجح. اركن بقى أنت يا عقل يا واعي، يا عقل يا باطن، أنت ماسك 95%، سيبني أعمل 5% بتوعي، سيبني أدوس أجيب التغيير والنجاح ده. يقوم العقل الباطن يضحك عليه ويقول له، وريني بقى هتجيب الطاقة منين يا شاطر. التوكل.
الطاقة جاية منين؟ ذكر وتوكل. عشان كده التوكل اتربط بفكرة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. يقول النبي من قالها حين يصبح 7 مرات كفاه الله همه في ذلك اليوم. كل الحاجات اللي همك ربنا سندك فيها. خد طاقة. الطاقة هتيجي منين عشان العقل الواعي يجبر العقل الباطن؟ لا. فهمتوا الفكرة؟ فاهمين الفكرة؟ عايز أغير يقول له وريني هتجيب الطاقة منين. طب والطاقة هتيجي منين؟ هتيجي من الذكر. وهتيجي منين؟ من فكرة التوكل. سندي ربنا وعوني ربنا.